الحقيقة الأولى أيها السادة الكرام مرتبطة بالإيجابية التي يتمتع بها سمو ولي العهد السعودي. نعم، إنها الإيجابية التي تتملكه كقائد شاب وقائد ذو رؤية استراتيجية عميقة لكافة المجالات في مختلف الأصعدة. كلماته بأنه يجب أن يكون متفائلا، وبأنه ليس متشائم، وبأنه يمتلك مهمة قائمة على أن يصل الليل بالنهار لخدمة المواطنين والشعب السعودي. الحقيقة هذه عين الصراحة، والصراحة كما يقال بالعامية راح. الأمير محمد بن سلمان رجل مباشر، رجل يمتلك أن يقول كلمات بسيطة ذات معاني عميقة. التفاؤل من صفة القائد الحكيم، من صفة القائد المدرك لمآلات الأمور. ولذلك طبيعة ما تفضل به ولي العهد السعودي في هذا اللقاء وفي هذه التصريحات وفي هذا الحوار تعكس إيجابية بظرف ربما يكون أحيانا سلبي، ربما يكون له علاقة بضغط العمل، ربما يكون له علاقة بضغوطات مرتبطة بتطورات المشهد أو حتى بأزمات ليس لها يعني ارتباط مباشر بالمملكة العربية السعودية أحيانا، ولكن الأمير محمد بن سلمان متفائل، وهذا هو ديدن الشباب، وهذا هو الحكم العام للنظرة التي يسير من خلالها ولي العهد السعودي. ولذلك كان يفاجئ محاورته الأمريكية بهذه الأجوبة التي ليست يعني بوارد أن تخطر على بال المحاورة أو المتابعين أو حتى المتلقي الغربي أحيانا، لأن القائد العربي الذي يعكس صورته الأمير محمد بن سلمان وقائد يتطلع إلى المستقبل، قائد يريد النجاح، قائد يسعى إلى الأفضل، وهذا هو حال المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان وفي ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان. هذا التفصيل المرتبط بأداء سمو ولي العهد بطبيعته.